الآن ننتقل معكم دوليا وننتقل تحديدا إلى ألمانيا، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين وأكثر من 700 ألف إصابة بعد تسجيل 404 إصابات جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90,819 حالة بعد تسجيل 57 وفاة. للمزيد عن تطورات فيروس كورونا في ألمانيا والإجراءات الاحترازية انضم إلينا من برلين زميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي أهلا بك، وبعد التحية، يعني ألمانيا من الدول التي تأخذ حذرها ليس فقط خارجيا ومن القادمين من الخارج، ولكن أيضا داخليا ما بين الولايات الألمانية، لكن المستشارة الألمانية الآن تطلق تحذير من القادمين من الخارج سواء من البرتغال، وكانت الأسبوع الماضي تحدثت أيضا عن القادمين من أوروبا وتحديدا إنجلترا بسبب يورو 2020 واستاد ويمبلي الحادثة الشهيرة، أو يعني الخبر الشهير في الرياضيين ومن يحضروا هذه المباريات. بالتأكيد المزيد من التفاصيل لديك محمود. في البدايه انا متواجد الان في المنزل لان حاله الطقس سيئه جدا في برلين. الحكومه الالمانيه نفسها اطلقت تحذير صباح اليوم عن وجود حاله طقس سيئه جدا جدا وصلت درجه السيول هنا في المانيا، وبرد ورعد وما الى ذلك. لذلك كل المواطنين هنا في المانيا متواجدين الان في المنزل او داخل العمل من مكاتبهم. الامر الثاني الذي سالت عليه تحديدا، هناك حاله من التخوف شديده جدا جدا هنا في المانيا محمود، ظهرت على تصريحات اعضاء الحكومه الالمانيه منذ الصباح. حالة التخوف سواها الرئيسي هو الاستعداد ربما لموجة جديدة من ليست موجة ربيعة ولكن ربما وباء جديد ستتسبب في متحور دلتا الموجود والمنتشر الآن في انجلترا حسب ما جاء على لسان هيرجا براون وزير مكتب المستشارية. السيد هيرجا براون قال صباح اليوم محمود أن ألمانيا الآن تطالب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة توقيع الحجر الصحي لمدة 14 يوم على أي شخص عائد الى المانيا او الى بلده بعد اذا كان موجودا خلال الفتره الماضيه، اذا كان عائدا من اي منطقه فيها متحورات كورونا خاصه متحور منها. ولاول مره الحكومه الالمانيه قالت صباح اليوم حتى من تم تحصينه بجرعتي من فيروس كورونا، كما تعلم هناك شهاده رقميه سوف يبدا العمل بها من يوم الخميس الاول من يوليو داخل الاتحاد الاوروبي. كل من تم شفائه او حتى لديه فحص سلبي او تم تحصينه بشكل كامل يمكنه التحرك بحريه، ولكن المانيا تكلمت النهارده اليوم عن امر جديد تماما، حتى من تم تحصينه بجرعتين ويعود من البرتغال او سوف يعود من انجلترا سوف يقضى الى 14 يوم من الحجر الصحي في المنزل، الحجر الصحي الزامي، ومن لم يلتزم به سوف يتم توقيع عليه غرامه كبيره جدا. هو الاول مره، كنا نعلم جميعا خلال الفتره الماضيه ان سيتم العمل الان اي شخص تم تحصينه بشكل كامل يمكنه التحرك بحريه، ولكن التحصين الكامل بفيروس كورونا بجرعتين كاملتين حتى لو كان من بايونتك فايزر او حتى من موديرنا ربما ليس لدى هذا الشخص تحصين خاصه ضد متحور دلتا. انت اشرت الى مباراه كره القدم التي ستقام اليوم في 6 مساء ما بين المانيا وانجلترا في استاد ويمبلي. الحكومه الالمانيه متخوفه بشكل كبير جدا من المواطنين الالمان الذين سافروا بالفعل لحضور المباراه صباح اليوم او من الامس موجودين هناك، عندما يعودون الى المانيا سوف يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوم. أيضا ألمانيا فرضت الحجر الصحي على كل من سيأتي من البرتغال إلى ألمانيا لمدة 14 يوما. الحكومة الألمانية تطالب أن اليوم صباح اليوم كانت هناك اتصالات بين المستشارة الألمانية وعددا من قادة الاتحاد الأوروبي، وأيضا المفاوضة الأوروبية يحاولون الآن توحيد الإجراءات الاحترازية بضرورة خضوع أي مواطن أوروبي عندما يعود إلى بلده من أي مكان من أماكن تحورات أن يخضع ل 14 يوم، ولكن هناك عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي تعارض هذا الأمر. الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك على هذا العرض وهذه المعلومات الهامة.